انت مش ناوي تخرج ولا ايه؟ اخرج اخرج اروح فين؟ الله اخرج يا لهوي مش كده يا عربة، انا حتى لسه ريحتي طويلة. الله يهدك يا عرفة يا ابني. الا قول لي انت امك اسمها ايه؟ ايه؟ امك اسمها ايه؟ ولا اعرف. ولا تعرف؟ حد ما يعرفش اسم امه؟ طب ما سالتش ابوك على اسم امك؟ ما انا برضه ما اعرفش ابويا. ده اتولدتش تاني كده؟ ما هو لازم يكون لك اب وام، ولازم تكون نزلت من بطن امك. لا انا نزلت من القطر. كان جاي منين القطر ده؟ ولا اعرف. كنت مش هعبط فيه وانا صغير مع العيال، لقيت العساكر بتضرب جريت، القطر مشي وانا فضلت في البلد لغايه دلوقتي. طب مين اللي سماك عرفه الجبالي؟ ايه؟ مين اللي سماك عرفه الجبالي؟ والله اعرف، انا لقيتهم بيقولوا لي عرفه الجبالي، بقيت عرفه الجبالي. انا ليلتنا عينا الدين. الاغاني دي بقى فرق الكردواتي. اوام كده وصلت؟ ده لسه مكلمني في التليفون. بسم الله ما شاء الله، ضفرك براقبة عرفة ملتوية. خد. لا سفارك حسب. دي حاجة كده ملهاش دعوة بسفارك. امسك امسك امسك. مع السلامة. سلام عليكم. مع السلامة. اسمع انت اسمك ايه؟ حنف. حنف سوق. اسمع دايما ابقى شاقر عليا يمكن اعوزك. ازاي عارف؟ انت عيون عرفة. على فكرة باكو شيء قرب يخلص. وماله نجيب غيره؟ اجري هات الفلوس من جوه. محطوطة فين؟ في الدولاب فوق، هتلاقيها محطوطة في حق سردين فاضي. طيب. ايه ده؟ مفيش غير 3 جنيه بس. انت شايف فلوس في حتة تانية؟ لا التانية ولا التالتة. يا لهوي، يعني احنا معناش في البيت غير 3 جنيه بس؟ وانت قاعد نايم جنبي ولا على بالك حاجة؟ الله ما على يدك يا وردة، ما احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا بنصرف الفلوس اللي انا محوشها، ده غير مصاريف الجواز. وان شاء الله بقى ناوي تقعد جنبي كده لغاية امتى؟ لغاية ال3 جنيه ما يخلصوا؟ يلا يا حبيبي انزل شوف اكل عيشك. كفاية عليك قوي كده، الحق حق. طولي بالك شوية يا بابا وردة، مش كده. هطول بالي لغاية امتى؟ عرف انزل شوف اكل عيشك احسن لك. ايه احسن لدي؟ انت بتهددني. بهددك. هتعملي ايه يا عم؟ مش هخليك تلمسني. ما تقدر ايه؟ ده انا اقدر فلوسي يا عم. النبي ما تقدر يا عم. الله. وردة! عارف انزل شوف اكل عيشك يا عارف، الجواز مش كله كده؟ عايزين ربنا يسترنا، ولا انت عايزنا ننكشف ونحتاج؟ ده الستر اساس السعد يا عارف. لسه هننزل ونمشي ونتنين. مشوار بتاع ربع ساعة، تقعد لي فيه ساعتين، مش تقعد على صالح الناس؟ ما هو مش ذنبي. أمال ذنبي مين؟ ذنبي أنا عشان بعتك؟ خد. إيه ده 5 صاغ؟ أمال عايز 5 جنيه؟ كفاية الزبون اللي كان قاعد مستني البضاعة، طلع من القعدة ومشي، يلا روح ورينا عرض كتافك. يلا. خدهم مش عايزهم. عاملين معلمين بالقلمطة. الاسراف وحش في كل حاجة. خد اشرب شوية جنزبيل مغلي مع البندكر، انما هيخلوك زي الحصان. طقطق لي ظهري. ايه؟ طقطق لي ظهري. يا نهار اسود، انت على كده مش هتقدر تسد. خد اشرب ما تكسفناش. يا جدع انت، انا حلمي مهدود من المشاوير.
مش متجواز، طقطق لظهري. مش كده تسوق الناس يقولوا علينا ايه؟ ازيك يا عم بسيوني؟ الحمد لله على السلامة يا عرفة. الجواز حلو؟ زي الشهد. دايما ان شاء الله. يبقى خلينا نشوفك. ايتها خدمة. ازيك يا سوكا؟ سوكا وادي حنفي. اي خدمة يا عم بسيوني؟ تعال عشان عاوز ابعتك مشوار. انا خدام. ودي بوجة دي عن التاي. وراور يا فجر. ازيك يا حماد؟ الله يسلمك يا بناي. ازاي وردة؟ كويس. ايه مالك؟ هو الواد حنف السوكة خد شغلتي ولا ايه؟ محدش بياخد رزق حد يا ضناي. ربنا يسهل للكل. ما ربنا يسهل للكل. ايوه، بس انا من ساعة ما خرجت لحد دلوقتي محدش قال لي سلامتك. معلش، يمكن فاكرينك عريس جديد. هما العرسان دول مش لازم ياكلوا يعني ولا يموتوا من الجوع؟ طلباتك يا عرفة. هات له كرسي معسل وشاي. طب ومالك زعلان كده ليه؟ وردة مزعلاك ولا البيت فيش فيدة عليك؟ جرايه، محدش يجيب سيرة بيت على لسان. انا بقول لكم اهو، افروا حد الطلبات. طب وبتسكتوا بتوتوا ليه؟ ما بقاش الا انت هنفوت. القهوة دي قهوة رجالة، يقعد عليها الناس المحترمين بس، وما يخلوش يشوف لك قهوة تاني. ها؟ مع السلامة يا اخويا. ما شلمتك انت.